صباح الخير، معكم دكتور هاشم عياد، أستاذ جراحة التجميل، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لجراحة التجميل وأمين الصندوق. سعيد جدا بوجودي النهاردة في المؤتمر 49 للجمعية المصرية للجراحين. الجهد السنة دي بالنسبة للجمعية وبالنسبة للنشاط العلمي كان متميز. احنا عملنا لقاءات علمية بدأت من أقصى الشمال الشرقي في جمهورية مصر العربية في دمياط في الأزهر، نزلنا لوسط الدلتا في طنطا مع الزقازيق، طلعنا على اسكندرية في الشمال الغربي، نزلنا الجنوب في المنيا والغردقة، في القاهرة عملنا أكثر من لقاء. الأسبوع ده على هامش المؤتمر احنا عملنا اثنين كورس تعليميين في الأكاديمية الطبية العسكرية. الأول كان عبارة عن محاضرات، والثاني كان هانس أون، يعني الدكاترة الجونيورز كانوا بيشتغلوا بإيدهم. المؤتمر السنة دي بيتميز إن فيه عدد كبير جدا من الضيوف من خارج جمهورية مصر العربية، من الوطن العربي، من كوريا، من أمريكا. الموضوعات بتاعته متنوعة جدا، متميزة، واخدة تقريبا كل تخصصات جراحة التجميل. بدأنا بجلسات تدريبية للجونيور ستاف أو لسميناهم الرايزنج ستارز، عملوا 30 مقالة على جلستين. بعد كده عندنا جلسات على الهاند سيرجري أو جراحة اليد والجراحات التكميلية، جراحات الاستيتيك سيرجري أو الجراحات التجميلية للفادي والوجه والجينيتاليا والفيس ليفت. المؤتمر شامل. ميزة المؤتمر إن هو بيضم جميع المستويات العلمية من الناحية الأكاديمية ومن الناحية العمرية. عندنا أساتذتنا الأفاضل من اللي سبقونا والجيل بتاعنا، وبعد كده جيل الوسط والجونيورز، كلهم بقى فيه تواصل واضح جدا في هذه الأجيال. وأهم حاجة في التواصل ده هو نقل الخبرات. ده بالنسبة للمؤتمر والأهداف بتاعته والعمل بتاعه. على المستوى التعليمي في دورات تدريبية بتتعمل وكورسات على مستوى المؤتمر نفسه في يومين متتاليين. أنا شايف إن المؤتمر هيبقى إن شاء الله very fruitful، هيبقى الجيم بتاعه والمكسب على الجونيورز وعلينا إحنا الستاف الكبير، لأن إحنا برضو بنكتسب خبرات من الحاجات الجديدة اللي بيعرضها الناس في المؤتمر. عندنا كمان تبادل خبرات زي ما قلت بين المدارس المختلفة من أقصى الغرب في أمريكا لأقصى الشرق في كوريا. شكراً.